بالنسبه ليه كهربا من وجهه نظرك هقول لك ليه بقى. عشان يرجع كده؟ بص، كهربا من اللعيبه اللي بتحب الملعب، تمام. بتحب ان هو دايما يبقى جوه الملعب. فهو انت واحد غايب بقاله فتره كبيره جدا وعليه كلام كتير جدا واقاويل وتشكيك في قدراته. خلينا نتكلم ان كهربا من افضل اللعيبه اللي في مصر، مهاريا وسرعه وتحرك، موهبة، وبيفيد اي فريق. تمام. كهربا بعيد بقاله فتره وكلام، عارف انت لما تبعد عن الملعب وتبقى متعطش للملعب، فانت ما صدقت ان انت نزلت بالظبط، الملعب. فهو خلاص بالنسبه له اشتياق اكون اشتياق او لا اكون. ايوه، بدات بمباراه سموحه في كاس طبعا، مصر. كاس مصر نازل. انا يا جماعه لا، انا استحق ان انا العب في النادي الاهلي، انا استحق ان انا يدفع فيا مبلغ. فهو نازل الملعب بيثبت وجود اصلي. ما خد بالك، ما هو كهربا لو ما اداش الاداء ده وطلع الغل والقوه بتاعته دي جوه الملعب، مع احترامي خلاص بطل. كانت قضيته هتنام. لا بطل خلاص، قضيته كانت هتنام. بطل، هيبقى من ناحيه جماهيريه مش هيبقى فيه تعاطف جماهيري، من صح ناحيه مجلس اداره مش هيبقى صح فيه. برافو عليك. ما ده حقيقه صح. بقى، لان المواقف دي انا مريت بيها. توقفت كم مره؟ مرتين. مرتين والله، بس مرتين من احسن المرتين يعني. كم بصراحه مره توقفت في حياتك؟ مرتين بس؟ مرتين. طب قول لي انهي هم؟ في مرتين مره، كان موضوع بلجيكا. لما سافرت ايوه بلجيكا كان كابتن محمود الجوهري، لما لعبت مباراه السنغال كنت قاعد تقريبا 4 شهور ما بلعبش خالص. طول. بعد كده رجعت لعبت مباراه السنغال، الحمد لله كنت يعني عملت مباراه الهدف بتاع ميدو. متعميده. دي كانت من احسن المباريات اللي انا عملتها بعد غيابه، كان درجه ان ما كانش حد متوقع. كان السنغال بقى حاج ضيوفه، كان برونو ميتسو هو المدير الفني. والتانيه لما بعد المباراه دي رجعت النادي الاهلي تاني ولعبت. كانت اول مباراه كانت بيترو اتلتيكو الانجولي. الانجولي، ايوه، مع مانويل جوزيه. انا جيت تقريبا من البيت لعبت المباراه دي اساسي. خسرنا 4-2، بس خد بالك كنت الحمد لله نجم المباراه. بعديها تقريبا كانت مباراه بلوزداد واحرزت الهدف، ايوه، هدف من بعد نص الملعب اللي هو كان بشويه الهدف كده ده كان لازم هناك في الجزائر. كان لازم نكسب عشان خاطر تصعد. نصعد قبل النهائي على ما اعتقد. فالحمد لله يعني. دي مره. بعد كده لما انضميت للزمالك كنت بقالي سنه ونص. سنه ونص ما بتلعبش كوره؟ سنه ونص ولا سنه كان 6 ونص. شهور؟ انا مشيت من الاهلي كانت شهر 8 2003. انا لعبت 7/1 2005. سنه ونص ترجع بالجون ده، كان جون تحفه بصراحه. خد بالك، عايز اقول لك حاجه، انا ما كنتش بتمرن اصلا. اصلا طب والله طب ما ازاي بهزر، يا انا جماعه؟ جيت انا جيت من والله ما بهزر، انا جيت من الايقاف على المباراه. يعني جيت على المعسكر قبلها بيومين. فبالتالي يعني ده خلق لك ما دافع بص، انك هي ترجع حلو، خد ده اللي بالك حصل مع كهربا. هي قلب، قلب. هي قلب بس ملهاش دخل بالملعب. ممكن في لعيب ممكن يبعد عن الملاعب بس يرجع هو متعطش، هو عايز يموت نفسه في الملعب. فهو كهربا حصل معاه كده. ما هو بس ما هو هقولها تاني، كهربا لو ما اداش بالشكل ده خلاص هو بطل كوره ايوه نهائيا، ولا هيلعب في الاهلي ولا هيلعب مع احترامي ولا حد هيتكلم عليه درجه تانية، ولا هيلعب حتى مع احترامي لاي فرق من اللي يعني في المؤخره في أيوة. المؤخره مثلا في جدو. الدوري أه. ولا هيلعب درجه تانية ولا ثالثه ولا رابعه ولا هيلعب كوره خلاص. يبقى اذا كده بطل. فهو كان عنده فرصه جات له استغلها. دلوقتي كل النادي الاهلي وجماهيره في ظهره، مجلس اداره، لعيبه بتشجعه، جمهور، الجهاز الفني معاه عنده ثقه فيه. فهو خلاص، هو حط في موقف بقى مفهوم. هو ماتش يعني هلعبه كويس هكمل، ما لعبتش كويس خلاص باي باي كهربا انت بطلت. فهو استغل خلق دي لنفسه دوافع مهمه، واكيد كان بيتمرن كويس يا كابتن ابراهيم. ما هو بص، هتكلم في النقطه دي برضو. انت كنت بتحب التمرين ولا لا؟ بحب التمرين بس برضو انا بالنسبه لي الملعب، انا عايز العب ماتش، عايز اشوف الجمهور، عايز صح. الناس تتكلم عني. صح. فهو ممكن يكون بيتمرن كويس بس احساس التمرين، ويمكن كابتن محمد يتفق معايا وكابتن رمضان، أكيد. احساس التمرين مختلف. حتى بص، حتى لو لعبت مباريات وديه، لا المباريات الوديه حاجه والتدريب حاجه والمباريات الرسميه حاجه، لان المباريات الوديه انت ممكن ما تبقاش نازل مضغوط. بالظبط. مباراه وديه عادي، تدريب شايف ممكن هو خد بالك كان ممكن يبقى حاسس احساس ان هو في الفترة دي مش هيلعب، فممكن يكسل. هو كان بيتمرن كويس بس برضه نفسه يلعب مباراة. بالظبط. فجت له الفرصة خلاص، هو حط تركيزه كله ان انا هنزل لازم اموت اظهر نفسي بشكل اكون كويس. لا اما لا اكون. بالظبط. ونزل استغلها وبعد كده لعب، وما شاء الله حتى نزوله النهارده مؤثر كانه لاعب اساسي. انا حتى انا قاعد مع كابتن طبعا رمضان طبعا بقول غريبة ان كهربا ما لعبش النهارده، كنت متوقع بس نزل كانه لاعب الماتش كله. دي جزئية مهمة.